يوحنا 16 عدد 21 يقول لهم أنتم عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. أنتم عندكم الآن حزن، ليه؟ لأنه المسيح قال لهم أنا سايبكم وماشي. ما كانوش فاهمين كويس حكاية الصليب، بس شعروا أنه المسيح سايبهم، وكل أمالهم أن المسيح يفضل على الأرض ويبقى هو الملك المسيح العظيم اتبددت كلها. ولأنهم تعلقوا بالمسيح جدا وحبوه، وكان بالنسبة لهم كل شيء في حياتهم، لما بيقولهم أنا سايبكم اتملأ قلبهم بالحزن. لكنه يضيف ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. المسيح بيقول لهم أنا سايبكم والفترة هغيب عنكم، لكن أنا هأراكم مرة تاني. إمتى ده حصل؟ بالضبط ده حصل، ذهب المسيح إلى الصليب ومات واختفى عنهم في القبر، وبعد 3 أيام جاء إليهم، ظهر لهم وحول كل الحزن إلى الفرح. ربما بنذكر واحدة زي مريم المجدلية اللي كانت عند القبر بتبكي والدموع مغطية عينيها، لكن أول ما عرفت أنه المسيح قام من الأموات رجعت بكل فرح، وكانت أول من حمل بشارة القيامة. التلاميذ نفسهم ظهر لهم المسيح يوم القيامة يوم الأحد مساء، والأبواب مغلقة وهم قاعدين خايفين، ويقول الكتاب فرح التلاميذ إذ رأوا الرب.